في سن مبكرة جدا بدأت أقرأ للمتنبي وللعقاد ولطه حسين. كان والدي بيتكلم معايا بالفصحى في أحيان كتيرة، كنا نعمل مسابقات ونخش البعض خناقة باللغة العربية. طبعا الناس في البيت حوالينا صباح الفل مش فاهمين مين اللي عمل إيه يعني. فأعتقد من هنا بدأت بذرة حب اللغة العربية. كان من حلم والدي رحمة الله عليه إنه يؤلف كتابا في اللغة العربية يبسط فيه القواعد، لكنه يعني آخر 10 سنين من حياته فقد بصره، وطبعا الأحلام كلها يعني لم تتحقق. فلعل ده جزء من رد الدين إن أنا أعمل حاجة هو كان نفسه يعملها، إن أنا أبسط اللغة العربية، خصوصا إنها فعلا سهلة فعلا جميلة، بس هي محتاجة حد يشيل شوية التراب اللي عليها ويقدمها بشكل يناسب العصر اللي احنا عايشين فيه. أنا اسمي حسام مصطفى إبراهيم، محب للغة العربية، مؤسس مبادرة أكتب صح من سنة 2013، واللي بحاول فيها أعيد اللغة العربية رونقها، مكانتها ما بين الناس، أقدمها بشكل جديد وعصري يخليها ترجع مرة تانية تبقى فاعلة في مجتمعات المثقفين والسوشيال ميديا وكل القطاعات اللي بتحتاج اللغة العربية. الشغف بدأ من طفولتي، لأن أنا والدي رحمة الله عليه كان الأستاذ مصطفى محمد إبراهيم، مدرس اللغة العربية بمدرسة الشهيد عودة الثانوية بشربين دقهلية. هذا الرجل لم يكن مدرسا عاديا، وإنما كان درويشا من درويش اللغة العربية. أنا اتربيت في بيت في مكتبة أكبر من المكتبة اللي ورايا دي، وفيها أمهات الكتب حرفيا. بحس بغربة طبعا، لأن الأخطاء بقت أكبر مما يمكن احتماله. الموضوع دخل في سكة الكوارث، يعني عارفة ما يبقى في زلزال 1 ريختر وزلزال 7 ريختر، إحنا دلوقتي في مرحلة 7 ريختر. الأخطاء تحاصرنا في كل مكان، على لافتات المترو، على لافتات المدارس اللي هي المفروض بتعلم اللغة العربية بتلاقي فيه أخطاء، مكنة الATM، الشوارع، لافتات المرورية، تسمعي المذيعين والإعلاميين في التلفزيون تلاقيهم بيتكلموا غلط، تشتري كتاب من دور نشر شهيرة جدا تلاقي الكلمات مكتوبة غلط، تجيب الجرايد اللي هي بتاعت المؤسسات الكبيرة العريقة تلاقي فيه أخطاء. نروح فين لو الواحد عاوز ينقي بصره طول الوقت وعاوز غصب عنه يعني ضعف، نقطة ضعف في أن أنا عاوز ألاقي الكتابات بشكل سليم. فلا شك أن واحد بيشعر بالغربة، لكن لا أخفيك سرا أن ده كان في الأول أكتر من دلوقتي. لما بدأت أخذ خطوات إيجابية في سبيل تغيير هذا الواقع وبقيت مشارك وفاعل في حركة النهوض باللغة العربية، الغربة خفت شوية وبقى في مكانها تحدي أن أنا لا بص بقى يعني خلاص دي منطقتي، أنا هعمل فيها ما أريد أن أراه على أرض الواقع. اكتب صح بدأت سنة 2013، في الفترة اللي كان كلنا عندنا أحلام كبيرة ورغبة في المشاركة في تغيير الواقع، كانت هي دي ملاذي. قررت أن أنا أبدأ بحاجة بفهمها وحاجة بعرفها. أنا كنت شغال أياميها في الديسك المركزي، وده المحرر المسؤول عن تصويب أخطاء زمايله الصحفيين، اللغوية، المعلوماتية، كتابة عناوين جذابة، مساواة الفقرات، المهم. فكنت بشوف بشكل عملي وبشكل يومي كمية الأخطاء اللي بيقعوا فيه. القصة بدأت لما قعدت مع بعضهم وحاولت أشرح لهم القواعد الأساسية للهاء والتاء والهمزة، ولقيتهم استجابوا وفهموا. فأدركت ساعتها أن الموضوع مش أن القاعدة صعبة، لكن أنها لم تشرح بالشكل الملائم في المكان الملائم بالطريقة الملائمة. فقررت أن أنا أوسع دائرة الاستفادة، ما تبقاش بس زملائي في المكان اللي أنا شغال فيه، لأ طب ما نشوف الشباب بيقعدوا فين، بيقعدوا على فيسبوك، طيب أنا أروح لهم على فيسبوك. والحين أنا لم أتردد، نطيت في البحر، ما استنتش بعمل ديزاين للكفر فوتو، لا مش عارف ولا اي حاجة، رحت داخل وعامل بوست اهبل كده عن على النوت باد تقريبا بلا امكانيات، ونشرته ودشنت الصفحة. رد الفعل بصراحة كان بالنسبة لي عجيب، يعني ان خلال 2 3 مثلا كان عندي 5000 فولور، وده كان رقم كبير زمان، وعلى صفحة متخصصة في اللغة العربية مش صفحة اغاني او نكت او كده. فده حسسني ان لا في ارض خصبة وفي طلب على السلعة اللي أنا بقدمها. ومن ساعتها بدأت يعني إيه أتعامل مع الأمر كأنه شغل، كأنه واجب أنا بأديه كل فترة. أثرها بيبدو في حاجات كتيرة، بننشر مثلا مقاطع من جرايد أو عناوين مكتوبة بشكل خاطئ ونصححها، فأصحاب هذه المواقع أو مسؤول الديسك أو المحررين بيروحوا ياخدوا هذا التصحيح ويصوبوا
الأخطاء بتاعتهم، بيظهر في كمية الأسئلة اللي بتيجي على الصفحة، كمية المعلومات، بدل ما كنا بنتسأل في الأول في حاجات بدائية وحاجات بسيطة، دلوقتي بقى في أسئلة أكثر تخصصا، ما يعني إن الناس قطعوا شوط كبير في سبيل استيعاب اللغة وبقوا عاوزين يستزيدوا كمان، مش مجرد إنه يعرف الأساسيات. مصر تعاني مما يسمى بالإزدواجية اللغوية، إن هي عندها لغتين، لغة عامية لتسيير أمور الحياة اليومية، واللغة العامية دي لغة كبيرة جدا وتكونت عبر سنوات طويلة وليها روافد كتيرة وقصة كبيرة جدا، واللغة العربية اللي أصبحت حاليا محصورة في إطار رسمي شوية. يجب أن نعترف بالواقع، خلاص ده واقعنا دلوقتي، ولازم نستغل ما هو متاح بين أيدينا، ما نعودش نبكي على اللبن المسكوب. من الصعب جدا أن تعود اللغة العربية الفصحى لتتداول على ألسنة الناس في الأسواق وفي الأماكن، ده مش هيحصل، على الأقل مش دلوقتي. طب نعمل إيه؟ على الأقل المنطقة اللي بنستخدمها فيها نبقى أقوية ونبقى قادرين أن احنا نعبر بيها عما نريد التعبير عنه بشكل صحيح. فأنا أتمنى أن المجمع تحديداً أن هو القادر على قيادة دفة تغيير واقع اللغة العربية في مصر، لأنه مؤسسة حكومية ولها تمويل، وبالفعل بيضم نخبة من أعظم من أنجبت مصر في اللغة العربية. أتمنى أن هو يطلع بدوره وينزل للشارع، ينزل تحت للشباب وللناس اللي هم بإيدهم يضيعوا اللغة يحافظوا عليها.